تفضل ابن عمي. يسلموا ايديكي. ابن عمي؟ منو هذا الزلمه اللي جوا؟ شو دخلك انتي؟ اوعيك فايسه، اوعيك تسالي هيك اسئله مره ثانيه، فهمتي؟ يلا انزلي. شي حلو؟ أهلي يا طيب. أهلي أهلي أخي أبو شوكت، إن شاء الله ألف مبروك. سمعت إنك تزوجت. إي والله عبالك إن شاء الله. الله يديمك يا طيب. تفضل. شلون أخي بعتز؟ العقيدة منيح كثير وباينته مرتاح بين الرجال. إي الحمد لله. بس شو أبو طيب؟ أبو حسن استشهد بمعركة مع الفرنساوية. الله أكبر. شو هالحكيات؟ رحمة الله عليك يا أبو حسن، رحمة الله عليك. الله يرحمه ويحسن إليه. شو بدي أقول لك، العقيد بعتني لعندها مشان تخبرني معلومات عن الوالد بأنه سجن كان موجود وقت اللي وصل خبر منه. كان بسجن أرواد. حلو الكلام. وإمتى بعت خبر مع الزلمة اللي شفته أنت؟ هاي ما بقدر بتلك فيها، وما حدا بيعرف إلا الزلمة اللي أخذ المكتوب من أبي. معناتها بالمعية بدك تشوف لي بأنه تاريخ عطى أبوك المكتوب لهالزلمة. شو بيفيدك هذا الحكي يا أبو الطيب؟ بيفيدني فتح السجل اللي تسرقلوا فيه المساجين من أرواد بنفس التاريخ على سجن تاني، وهيك بقدر أعرف وين موجود الوالد. هلا حاكم العسكر بيسرقلوا المساجين وبنقلوهن من سجن لسجن كل ستة شهور. فهمت علي؟ فهمت عليك. أعطيني يومين وبيكون الخبر بيعبك.